السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات من تاني. رجعنا تاني نتناقش في القضايا المهمة. الحقيقة أنه أثير اللغط كتير حوالين بوست ساخر بسخر فيه من الحاجات. خلينا أوريكم البوست الأول. حاجة عجيبة قوي حصلت وكده. قلت إن أنا الفريق أول صدق صبحي قالوا إنه هرب بعشرة مليار. ده البوست بيقول لك إنه هرب عاجل هروب الفريق صدق صبحي من القاهرة وهو وأسرته وهم معهم عشرة مليار دولار وكمان بيبيعوا أراضيهم وبيبيعوا حياتهم في المنوفية ومزارعهم وتينهم وعنبهم وكل حاجة ليهم. فأنا قلت اليوم التقيت الفريق أول صدقي صبحي وجلسنا على مقهى في بيكاديلي في لندن وعزمته على رز بلبن بالقرفة والمكسرات. عزمته على رز بلبن بالقرفة والمكسرات. طبعا ده كان الهدف أو الكتابة من الموضوع ده أو هدفي منه السخرية من الحاصل الحالة اللي حصلة. وأنا لا ألوم أشخاص، يعني ناس كتير عمالة تهبد من 2014 تقريبا لحد النهاردة. ألوم اللي بيمشي ورا ده، اللي بيرتوت الكلام ده، اللي بيشير الكلام ده. أنت اللي بتعمل ده، أنت تستخدم بطريقة ذكية. أي طريقة خايبة ولا ذكية ولا حاجة، تستخدم بطريقة خايبة أو ذكية لخدمة النظام، لخدمة. يعني أنا أظن أنه أنا مش بخون حد، بس أظن أن النظام بيضرب حقائق مغلفة بالأوهام وأوهام مغلفة بالحقائق ويرميها، وهو بيختار البهاليل. يعني هو ما بيختارش حد بيقرأ كتب مثلا، بيقرأ سياسة، فهو يختار مجموعة من البهاليل في المعارضة ويرمي لهم. صدق صبحي ضرب السيسي، الفريق محمد زكي خبى السيسي تحت السلم، السيسي طيارته مش راجعة هرب، السيسي طار، الفلوس هربت. كل هذه أكاذيب تؤدي لاستقرار نظام السيسي، تأكيد مكانة نظام السيسي، إيجاد مساحة أكبر في العالم لنظام السيسي. هو بيلهيك، هو بيشتغلك، هو بيشتغلك وانت معلش بتمشي ورا الكلام ده وتشيره، يخف بقى ايه غضبك وضيقك. والله ده هرب، ده الحرامية اتخانقوا، ده حصل معهم كذا، ده معرفش مين عمل ايه. يعني مجموعة الأكاذيب دي بتؤدي في النهاية إلى ايه؟ بتؤدي إلى استقرار النظام أكثر مما هو مستقر به، تؤدي إلى إنه الناس تلتهي تشتغل على الموضوع ده. وحاصل روح ضرب لك كل المعارضة، أي حد بمعارض هبيد كذاب بيزيف لكن تعالوا نشتغل الشغل الصح. ايه الشغل الصح؟ الشغل الصح ان في مجله عالميه مشهوره اسمها فورين بوليسي امريكيه، عملت او كتب ستيفن كوك صحفي وباحث امريكي معروف ومقالاته معروفه، كتب مقال عجيب غريب على عنوانه ايه يا معلم؟ كيف خرب السيسي مصر، او كيف خرب السيسي مصر. ده المقال اللي كتبه ستيفن كوك، اهو قدام حضرتك، بص عليه شوفه اهو. How Sisi ruined Egypt. الوضع الحقيقة في المقال او الكلام في هذا المقال عايز يتوقف عنده، او علشان عايز ان احنا نتوقف عند الكلام اللي مكتوب فيه ونستوعب الـ 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 الادوات اللي هم كاتبينها او الرؤية، لان ده رؤية امريكية، كاتب امريكي كاتب رؤية امريكية محددة معينة، وواضح ان هو دارس. يعني انت دارس الكلام ده، واضح ان الراجل دارس الكلام اللي بيقوله او بيتكلم فيه. بيقول ستيفن كوك في المقال بتاعه، بيتكلم عن وعود السيسي للمصريين، انه وعدهم بالازدهار، بان المن والسلوى، بانهار من العسل. ده كلامي انا طبعا، لكنه يقول أن البلاد ممزقة تماما. بيقول أنه طوال صيف 2013 كانت مصر في قبضة ما يمكن وصفه بجنون السيسي، هوس السيسي، اللي هو قصده مش السيسي المجنون، لا، هوس الشعب. الناس أشادت الأغاني ومقاطع الفيديو الموسيقية والقصائد وحتى البيجامات بعبد الفتاح السيسي والأندرويرات وحياتك. فكان الضابط العسكري الذي أطاح للتو بالرئيس محمد مرسي من الخارج، يعني هو بيتكلم على ازاي البيجامات والهدوم الداخلية كان مرسوم عليها صورة السيسي. وبيقول
من الخارج كان مشهدا غريبا، حيث احتفل الملايين من المصريين بتدخل الجيش القاسي الوحشي ضد مسؤولي جماعة الإخوان المسلمين. هنا أجيب لكم المقاطع. ضد الجيش القاسي الوحشي ضد مسؤولي جماعة الإخوان المسلمين الذين أصبحوا رؤساء للبلاد قبل عام واحد فقط في يونيو 2012. بيقول ستيفن كوك: حتى بعض الثوار والمعارضين لنظام السيسي الاستبدادي في مصر يبدو أنهم عشقوا بصدق القائد العسكري قصير القامة الذي وعدهم ببداية جديدة، وذلك بعد 18 شهرا من اندلاع الثورة ضد الزعيم طويل الأمد مبارك في نهاية يناير 2011. بيقول: مع اعتقال مرسي ووفاة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين واعتقال آخرين أو هروبهم، وعد السيسي المصريين بأيام أفضل. بيقول: تعقدت مشكلات مصر الاقتصادية، المشكلات بتاعت مصر الاقتصادية تعقدت والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبيقول: تخبطت مصر من أزمة إلى أخرى طوال فترة الانتقال الديمقراطي الحرجة قصيرة المدى. ومع ذلك بعد عقد من الزمان، بعد 10 سنين، لم يكافئ السيسي المصريين على صبرهم، بالعكس تماما. الرجل الذي من المفترض أن يكون قد أنقذ مصر الآن يشرف على تدهورها. وعد السيسي المصريين بالازدهار، ولكن مصر على شفا الإفلاس. الإحصائيات مرعبة، التضخم يبلغ ما يقرب من 37%، ودولار واحد أمريكي يقابل 30 جنيه مصري. كانت نسبة الصرف تقريبا أيام مرسي 7 جنيهات للدولار عندما تولى السيسي الحكم. بيقول ستيفن كوك في المقال في الفورين بوليسي: دين مصر الدولي يبلغ ما يقارب من 163 مليار دولار، وبيقول انه بيتوقع انه يصل الدين العام للبلاد الى ما يقرب من 93% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2023. ستيفن كوك بيقول في هذا المقال انه اضطر المسؤولين الحكوميين الى اداره الامور الماليه لمصر كما لو كانوا يلعبون لعبه الخدعه. استغمى يا عم ستيفن كوك، حيث ينقلون الأموال من مكان لآخر في محاولة عبثية لإخفاء الظروف الاقتصادية الهشة للبلاد. بيقول هنا ستيفن كوك في المقال إنه السيسي قام بيقول إنه السيسي قام بجولة إنفاق مستندة إلى الديون على مشاريع ضخمة لا توجد لها مبررات اقتصادية كثيرة، أضخمها وأكثرها إثارة هي العاصمة الإدارية الجديدة التي لا تزال في مرحلتها الأولى، وقد كلفت حتى الآن أكثر من 45 مليار دولار. ده كلام الفورين بوليسي مش أنا يعني. بيقول: لما انسحبت دولة الإمارات العربية المتحدة والصين من المشروع، بيقول ان هو اضطر يجيب مبالغ ضخمة، وان المصريين هم اللي تحملوا التكاليف من الديون لميزانية البلاد. بيقول برضو ستيفن كوك بالاضافة الى بناء عاصمة ادارية جديدة في وسط الصحراء، يشرف السيسي على العديد من المشاريع الكبيرة الاخرى اللي هي ايه؟ بيقول: من بينها عاصمة الصيف الجديدة الساحل الشمالي، انا اظن هو يقصد العالمين هنا مش اللي، ومحطة للطاقة النووية في بلد لديه تخمة في الكهرباء، ومدينة مستدامة في دلتا النيل، وإحياء مشروع ضخم فاشل من عصر مبارك في صعيد مصر يعرف باسم توشكا. فاكرين توشكا ومبارك ووليد بن طلال والقصص دي؟ بيقول ستيفن كوك في مقاله في الفورين بوليسي إنه بعد افتتاح مجرى جديد لقناة السويس المعروف باسم القناة الجديدة في عام 2015، إنه معظم هذه المشاريع لها قيمة اقتصادية مشكوك فيها، لكن كانت مهمة سياسيا، وانها تبقى مفروض عروض ملموسة تحت اشراف اليد الثانية للضباط او العساكر، وان الرسالة كانت ان مصر لا تزال قادرة على فعل اشياء عظيمة، ولكن المشاريع دي الضخمة بقت اعباء اقتصادية البلاد ما تقدرش تتحملها. يشير المسؤولون الى ان العديد من المصريين كانوا يعملون في بناء هذه المشاريع، وهذا مقبول، ولكن باي ثمن؟ الحكومات بتحمل مسؤولية بناء البنية التحتية انه الشعب يشتغلها، لكن هي اللي تتحملها، ويجب ان الفوائد طويلة الامد تفوق التكاليف قصيرة الامد. الجسور الجديدة بتكلم عن الكباري، الجسور الجديدة والطرق والتقاطعات وتحسينات المطارات والمترو تستحق ذلك بكل تأكيد. وانا على فكرة انا بقول يا جماعة، لو في مصر في مشاريع انا بشيد بيها، وانا مع المشاريع، زي ما بيقول الراجل هنا انه الكباري والجسور
المتروهات والحاجات دي تستحق الإشادة بسبب العائدات من هذه المشاريع، من حيث انها تجيب عائدات، تجيب نشاط اقتصادي اكبر واكثر فاعلية. طيب هل ده بيحصل؟ بيقول ستيفن كوك قد تندرج قناة السويس الجديدة في هذه الفئة، ممكن تجيب، لكن العاصمة الصيفية اللي هو العالمين والعاصمة الإدارية الجديدة هما حفر ضخمة للأموال التي لا تمتلكها مصر. وبيقول من الصعب ان هنفهم في غضون عقد من الزمن 10 سنين السيسي قام بمشروعات رايتها المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة بتعويم الاقتصاد المصري وتحويلات نقدية مباشرة، وبعدها خد قروض من صندوق النقد الدولي بشروط ميسرة، وانه المفروض يعني دولة فقيرة تخليها احسن، لا خليتها اكثر فقرا، وانه في احدث اتفاق لصندوق النقد الدولي ان الحكومة المصرية وافقت على بيع اصول الدولة بما في ذلك الاصول اللي بيمتلكها الجيش، ودي كانت لاول مرة. دايما المشير طنطاوي والمسؤولين وقيادات المجلس العسكري كانوا ضد ان حد يقرب لاقتصاد الجيش او اقتصاد الجيش منفرد ميزانية محددة. حتى نذكر اللقاء بتاع لميس الحديدي والسيسي لما قال له ميزانية الجيش قال له او العسكر، قال له مش عايز اسمع الكلمه دي تاني. سكت السيسي وعمل الحركه دي كده وقال له مش عايز اسمعها تاني. فهنا اضطر مع طبعا في العالم كله في ازمات اقتصاديه، لكن مع الحصل في الاداره وفي العاصمه الاداريه وفي المشروعات وفي القروض حصلت كارثه حقيقيه ادت انه حتى ميزانيه حتى اصول بتاعه الجيش في مشاكل عليها دلوقتي، وفي اصولها تتباع منها. ومع ذلك ده كلام، نرجع لكلام الراجل الصحفي الامريكي بيقول لك ومع ذلك كان هناك عدد قليل من المشترين، لان هذه الاصول اما لا تساوي شيئا ولا احد يعرف كيفيه تحديد قيمه ليها، او المشترين المحتملين يجلسون على الهامش في انتظار تخفيض اخر لقيمه الجنيه، اما يخفض الجنيه المصري يقدر يحصل عليها او على شركات عاليه الجوده باسعار ارخص. بيقول ستيفن كوك في الآونة الأخيرة أعلنت الحكومة عن مبيعات بقيمة 1.9 مليار دولار لأصول الدولة، وده أمر إيجابي لكنه لا يفعل الكثير لتخفيف المعاناة الاقتصادية واسعة الانتشار، وأن المصريين انتفضوا عام 2011 لأنهم أرادوا الكرامة. وبيقول بدلا من الاستمرار في انتظار الازدهار اللي وعد به قادتهم يغادر المصريون بأعداد متزايدة إلى الخارج. ضاع في كثير من التقارير عن غرق قارب صيد كان يحمل حمولة زائدة قبالة سواحل اليونان في يونيو، حقيقة أنه ربما كان هناك من 300 إلى 350 مصري ضاعوا على متن هذا القارب. وعلى الرغم من الزيادة في عدد المصريين الذين يهاجرون إلى أوروبا عن طريق القوارب بعد انتفاضة يناير 2011 فقد ارتفع بشكل أكبر في السنوات الأخيرة. وبيقول كوك أنه خلال شهر يونيو حاول أكثر من 6000 مصري الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر منذ بداية 2023، وهم بيشكلوا ثاني أكبر مجموعة من المهاجرين اللي بيقولوا أنهم يوصلوا للشواطئ الإيطالية. أنت في أزمة حقيقية هنا. وبيقول أنه في 2022 في 22,000 مصري يسعى إلى حياة أفضل عبر البحر المتوسط. بالطبع بيقول من المنطقي أنه تغادر أعداد أكبر من المصريين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بيواجهوها، وأنه المتاعب الاقتصادية في مصر تعزز فقط فكرة أن البلاد هي قوة مستهلكة. في سبعينيات القرن الماضي باع الرئيس أنور السادات لوزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر، طبعا واحد من أشطر وأقوى وألعن وزراء الخارجية وأكثرهم شيطنة هنري كيسنجر، حتى لما راح الصين وزير الخارجية اللي موجود دلوقتي وزير الخارجية الأمريكي محدش استقبله، وزير الدفاع محدش استقبله، يعني استقبلوه ناس عاديين. كيسنجر لما راح رئيس الصين استقبله، رئيس الوزراء وزير الخارجية وقف له وزير الدفاع، فكيسنجر يعني. فالسادات باع له مشروع كيف كانت مصر لاعبا مؤثرا يمكن ان يساعد في تامين السلام الاقليمي، وقال للسادات لكسينجر انه تقدر تكون مصر العمود الفقري لنظام اقليمي مناهض للسوفيت. السادات طبعا مع شخصيته وحياته السياسيه كلامه كان مبالغا فيه، مصر شريك مهم للولايات المتحده، ومع ذلك مع استثناءات قليله زي عمليه درع الصحراء لعاصفه الصحراء تحرير الكويت لم يكن لدى مصر الموارد اللازمة لتلعب الدور اللي كان صانع السياسة الأمريكية يأملون أن تفعله عندما كعادت القاهرة توجيه سياستها الخارجية تجاه الولايات المتحدة. وبيقول بيختم مقاله على الرغم من وجود السيسي في القاعة لعقد اجتماعات مهمة مثل القمة الروسية الأفريقية التي اختتمت مؤخرا في سان بطرسبرغ أو اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي بلس 3 الصيف الماضي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن يبدو أن حضور الزعيم المصري شكلي
وأن التواجد للرئيس السيسي في الغرفة يمنح قدرا معين من التأثير، لكن مصر هي مراقب في هذه التجمعات أو مراقب في هذه التجمعات أكثر من كونها لاعبا. المثال الأكثر وضوحا على نزول مصر وما يصاحب ذلك من سياسة خارجية جوفاء هو الغياب شبه الكامل للقاهرة عن الحرب الأهلية في السودان. في المرحلة الأولى من الصراع قوات الدعم السريع التابعة للجنرال محمد حمدان دجلو بيقول احتجزت أكثر من 200 جندي مصري في السودان كانوا بيتدربوا، تم إطلاق سراحهم بسرعة نسبية بمساعد دبلوماسيين إماراتيين. وفي تلك الحلقة المهينة وقف المصريون على الهامش وشاهدوا السعوديين يلعبون دورا مهما في إجلاء رعايا الدول الثالثة من السودان مصر. ثم تنازل السيسي عن أي جهد للتوسط في السودان لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمساعدة من الأمريكيين، لكن يجب أن يشعر البعض في القاهرة بالحرج من أن المملكة العربية السعودية قد انتهى بها الأمر إلى لعب الدور الحاسم في صراع حيث يجب أن تتولى مصر وفقا لأساطيرها زمام القيادة. في الواقع عندما استضافت القاهرة مؤتمرا لسبعة جيران للسودان في منتصف يوليو للمطالبة بوقف إطلاق النار، حتى هذا لم يسير على ما يرام. لقد كان أكثر بقليل من منتدى حديث وصورة فوتوغرافية. يعني الحقيقة أتمنى من المسؤولين في مصر أو الناس اللي بتفهم أو إدارة الدولة إنها ما طلعش الحمير اللي بيطلعوا فيقول لك ستيفن كوك إخوان الفورين بوليسي ما عرفش إيه. خدوا النقاط، خدوا البوينتس اللي موجودة في المقال ده واهتموا بيها، اهتموا بيها لأنه في كارثة. الراجل بيكلمك بمعلومات، الراجل اللي مصلحة عندك ولا بتاع. أنا عرضت لكم قبل كده في مقالات الصحافة الأمريكية في الأربعينات خمسينات ستينات سبعينات لحد موت عبد الناصر، و بنشرها حلقات على تويتر أو مقالات، وعرضت لكم فيديو موجود هنا في القناة. تابعوا القناة، القناة دي جديدة انتوا عارفين، فمن فضلكم يعني أنا بحرج والله أقول لكم تابعوا القناة والكلام الفارغ ده، بس يعني سبسكرايب ودلعوا القناة كده وبتاع. ففي عرضت لكم الصحافة بتقول ايه وقتها. الصحافة على النظام الحالي أن يعي أن هذا سيبقى للأجيال، وأنه لابد أنه الناس تفهم وتعي أن دي مصر، ومصر كبيرة. لما تتقزم بالشكل ده وتكلم عنها ستيفن كوكو عن دورها في السودان ودورها في المنتديات ودورها في الاقتصاد ودورها في المشروعات بهذا الشكل، يبقى أنت في ورطة. هل ستبحث عن حل أم تظل شماعة الإخوان وشماعة المعرفش إيه والله براحتك. يعني عايزين نرجع في نقاش تاني هقول لكم، لو أنتوا قولوا لي في التعليقات أو عايزين نختم يعني برضو يبقى إيه، سلام عليكم اللي أنتوا عايزينه، يعني أنا معاكم.